السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل دوم او قبة بشكل معين. طيب، اول حاجة هعملها دلوقتي ان انا عايز ارسم ريفرنس بلان عشان ارسم عليه، ونبدأ نشوف بقى عايز اسمي الاسم ايه. مثلا هسميه MO. طيب، ممكن بعد كده اجي هنا من اركتكشر واقول له انا عايز ارسم كومبوننت موديل ام بليز، وابدا اقول له مثلا خليه روف مثلا زي ما انت عايز. روف، اوكي. طيب، اللي انا عايز ارسمه ايه؟ عايز ارسم القطاع بتاع الشكل دوت، فهقول له ريفولف هو يلف حول الشكل اللي انا عايزه. طيب، انا دلوقتي عايز ارسم، بس هرسم فين؟ هقول له سيت، واقول له انا عايز ارسم على الريفرنس اللي انا اللي مسميه ام او اوبن، هيبدا يفتحه لي بالشكل ده. طيب، انا ممكن ابدا ارسم الشكل بتاعي، اقول له مثلا انا عندي قوس بالشكل دوت. واقول له اوفست، وتبدا تشوف بقى المسافه اللي انت عايزها قد ايه. تبدأ تقفل الشكل بتاعك. واحنا هنا مختارين 360، يعني هيلف اللفة كاملة. طيب، ناقص ايه؟ ناقص ان انا ادي الاكس بتاعي من هنا لهنا اهو. اوكي، طلعت معايا بالشكل دوت. طيب، انا عايز برضو اعمل زي شكل كده جمالي، وهقول له كرييت قبل ما اخرج من الحاجه بتاعتي، وهقول له انا عايز اعمل سويب. فبيقول لي اعمل الباص، فاقول له بالباص عايز اخد الباص دوت 3D. ممكن اقول له سكتش باص، وابدا ارسم انا نفس المسار دوت. فاقول له انا عايز ابدا ارسم مثلا من هنا دي هنا، واقول له مش هكذا. طيب، وبعد كده اقول له اوكي، وابدا اعمل اديت للبروفايل. فبيقول لي انت عايز ترسم في الايست ولا الويست ولا ايه. اجي هنا واقول له ارسم لي دورية بالشكل دوت، واقول له اوكي. تعال بقى نشوف القبة هتبقى عاملة ازاي في 3D. دي اللي انا عايزها، دي ممكن تغير في الماس بتاعها باي شكل. دلوقتي انا هعمل لها تكرار او اري، ممكن تيجي في اي وقت تقول له edit sweep، وتقول له انا عايز اعمل edit للبروفايل وتعدل فيه زي ما انت عايز. سيلكت بروفايل، اديت بروفايل، ممكن الشكل دوت تكبره مثلا، ممكن ترسم الجزء اللي بره وتسيب الجزء اللي جوه زي ما انت عايز. طيب، دلوقتي بقى انا هقول له انا عايز اجي هنا في ليفل 2 دوت، عايز اعمله يلف حول الموضوع دوت. فهقول له انا عايز اعمله array والنص المركز تحتي، هتيجي هنا تقول له انا عايز ارسمه بليس اس سي اللي هي سناب سنتر. تمام، انت عايز بقى كام واحد منه؟ وليكن مثلا 8 او 10. تمام، الزاوية بتاعتك مثلا 360، هيطلع معاك بالشكل دوت. تقول له فينش موديل، وتبدأ تشوفه في 3D هيطلع معاك بالشكل دوت.